الله يبارك. عندي واحد السيده طلبات داك النهار غريبه ديال البهله. واخا راه سهله ما فيهاش تعب ما فيها لا دلك ولا والو. عندنا لاله ربعه ديال الزبده، عندنا جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان السكر كلاصي، عندنا واحد زليفه صغيره ديال اللوز مهرمش محمر شويه ومهرمش، عندنا كاس ديال الجنجلان تاهو يكون محمر، وعندنا جوج خمارات، وعندنا الطحين حسب الخليط. ايه روح تريس قد الملحة السيدة تعرفين صافي كناخذ القصية ديالنا كنضربو ديك الزبدة مزيان مع داك الزيت والسنيدة حتى كيدخل العناصر كلها بعضياتها، وكنزيدو داك الحفينة اللي عندنا ديال اللوز مع داك الشنجلان صافي، ودوك الخمارات والطحين اللي دخلت لينا صافي كندخلو الطحين مزيان في الطحين حتى تنسجم العناصر مع بعضها، نخليوها ترتاح واحد 10 دقايق وكنزيدو نكوروها ونديروها في الطاوة اللي طرشنا لها السيفريزي أو لا شوية الزيت صافي كندخلوها اللي عندها الفران ديال الدورة عارفين السيدات كيفاش تشعلي الفوق والتحت كترتق من الفوق صافي كتخليها شاعلة كتطيب وكتخرجيها راه كتجي زوينة كتجي كلها مشقوقة وزوينة. الله يبارك فيك بارك الله عليك عائشة الله يعطيك الخير بارك الله فيك شكرا لينا وليكم المسلمين أجمعين يا ربي آمين. تحياتنا لك عائشة السعيدي مشكورة على المشاركة الدائمة ديالك في البرنامج.